يحل النصر ضيفا مساء الغد وعند الساعة 9 مساء على فريق بيرسبوليس الإيراني في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب آزادي في العاصمة طهران ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال. النصر يدخل المواجهة وسط مستويات ونتائج إيجابية على المستوى المحلي، ويطمح في نقل تميزه على مستوى الدوري السعودي للبطولة القارية وتحقيق بداية متوازنة. البرتغالي كاسترو سيفتقد الثلاثي فوفانا وأيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم، ويعول كاسترو على عدد من الأسماء أبرزهم القائد رونالدو والسنغالي ماني والكرواتي بروزوفيتش وكذلك عبد الرحمن غريب إضافة لعبد الله الخيبري. الأصفر سيدشن مشواره الآسيوي وهو قادم من انتصار مهم على الرائد في مباراته الدورية السادسة والذي ضمن له احتلال المرتبة السادسة في جدول الترتيب باثنتي عشرة نقطة، جاءت بعد أربعة انتصارات وخسارتين. المدير الفني للفريق النصراوي شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة على صعوبة المباراة، حيث ذكر أن بيرسبوليس فريق كبير ولديه تاريخ ومباراة الغد ستجمع أقوى فريقين في المجموعة، وأضاف لدينا سبعة لاعبين أجانب وحتى الآن لم أحدد الأسماء الخمسة التي ستشارك. وفي المقابل أصحاب الضيافة فريق بيرسبوليس يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار مهم على أحد أصعب المنافسين له في المجموعة. الفريق الإيراني يأتي للقاء وهو يحتل وصافة الدوري المحلي عقب أربع مباريات خاضها، انتصر في ثلاث منها وتعادل في واحدة. مدرب بيرسبوليس الإيراني يحيى جول محمدي يعتمد على عدد من نقاط القوة لحسم المباراة وتحقيق العلامة الكاملة، أبرزهم علي مهدي ترابي ووحيد أميري وميلاد سارالك إضافة لشهاب زاهدي والحارس المخضرم علي رضا. قائد الدفة الفنية لبيرسبوليس محمدي أكد أن النصر يضم العديد من اللاعبين المميزين وليس البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط، وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: أتمنى أن تكون مباراة الغد مباراة جيدة بالنسبة لنا، يجب علينا الدفاع بشكل جيد وإلا سنواجه مشاكلنا.